السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ابو مشاهدي الكرام، حنا كنتواجدوا هنايا في كاسيطة، واحد السيد عنده الدار كيبيع هنايا، اللي بغى يشريها مرحبا. فيها قيمه 120 متر. المهم كندوزكم هاد الجامع هذا باش تعرفوا بان هي قريبه للجامع، طريق واعده من المدينه تحت كما كتشوفوا، وهي كتواجد في هاد الشارع هذا مسرة ميتنا أقدي جنسي ديزن زيت الداد كم تسيوك شوية سمازيغ دي كاسيطة ونخسن مرحبا في الداد دايس شام 120 متر. المهم أكم تسمرك إن شاء الله في الدادها قاس فلي لكاب الصباح الصباح يقدر أستعني ينهتني يعني مش أسبوع أسقان الظلام أتكمل دوي السنين كما سمعتم المشاهدين الكرام. الدار كتواجد في كاسيطة، حنايا دابا إن شاء الله غندخلو ليها نوريها لكم. فيها لاكاب، فيها بروميير، وفيها حتى السطح كبير. السطح راه قريب، إلا زدتي مثلا غطيتيها راه غتكون يعني بارت مخرى الفوق. المهم حنايا إن شاء الله غادي ندوزها لكم وخليكم معايا. هاكم تسعلي غيتما جنت دات مزال هذه كاسيطة قيمتها كنا. قد تتدى هنا باش تورا، هادي هي الدار اللي كتباع، هادي هي المشاهدين الكرام، الدار راه جديدة يعني باقي يعني ساكن فيها ولكن يلاه تبنات جديدة كما كتشوفو. دابا حنا غندخلو، هادي هي الباب الرئيسي ديالها. الدخلة ديالها هي هادي كما كتشوفو. نهبطو الأول نوريكم لاكاب لتحت. ها لاكاب فوق الصيف راه كيكون بارد لاكاب كما كتشوفو. حنايا نهبطو لتحت بحال الثمن المشاهدين الكرام. اتصلوا بالرقم اللي غتلقاوه في يعني في الفيديو وتلقى حتى تحت الفيديو. انا غير كندوز وصافي، ما عندي دخل في يعني في البيع ولا في الشراء باش تعرفوا. هذه هي الكوزينه ديالها لتحت، اللي بغى يبدلها يبدلها يزينها. دار هنا واحد الجبه لتحت يعني حتى الا يعني الماء تقل يعني قليل في الدار يقدر يعني من هنا تطلع الماء زايد. يعني هما راه كاين كلشي، راه كاين الحمد لله، لا الماء ولا الضوء كلشي كاين. ولكن هذا دايرو غير زايد حتى الى واحد الخطره مثلا ما كاينش الماء مقطوع ولا شي حاجه تقدر تستعمل هذاك الشيء. هذاك التلفازه هنايا البيت المشاهد الكرام، البيت الاولى في لاكاب هي هادي كما كتشوفوا. هذا بحال حنا كنقولوا كيجلسوا فيه يعني دير فيه يعني الكراسه وتجلس فيه. هذه البلاصه هادي الثلاجه هي هنا مثلا، وكاين عاوتاني واحد البيت هنا كبير عاوتاني. هذا راه لاكاب يعني ماشي هاي البيت، راه كبير هادي تبارك الله. المهم انا دوز لكم لاكاب لتحت اخوتي، عارف السعدي غاهم لاكاب ايثما سوا داي روخا ان شاء الله. انا ريسنش دابا غنطلعو الفوق. هادي هي الكوزينه، كوزينه يعني في لاكاب كاينه في لاكاب. دابا غنطلعو الفوق المشاهدين الكرام. خليكم معايا ندوز لكم يعني حنا كنقولوا السفلي واقيلا، يعني هذا هو لاكاب لتحت. ودابا غنطلعو للسفلي شوف عند يعني هاد البلاصه راه كبيره بزاف. نبغى ندير انا شي حاجه بحال كوزينه ولا شي حاجه تزيد كوزينه اخرى هنايا، يعني كاين اتساع كبير تبارك الله. وحنا غادي ندخلو الدخله بحال الدخله ديال البارطمان حنا كنقولوا كما كتشوفوا. هذه هي بحال نقولوا ديروا هنا كوزينه اولا ديروا هنا كراسه اللي بغى يجلس هنايا. وفيها البيوت، البيت الاولى هي على اليسار كما كتشوفوا كبيره تبارك الله كما كتشوفوا. والسرجم كطلع على الشارع كما كتشوفوا الشارع.
ونشوفوا البيت الثاني المشاهدين الكرام. خليكم معايا، دخلنا من هنايا البيت الثانية. هي يعني كبير، هذا هو يعني الصالون ديال الضياف كما كاين، كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، كبير بزاف. هذا راه فيه تبارك الله يعز بزاف الناس، وحتى نفس الاخر عاود ثاني، يعني السرجم كيطلع للشارع كما كتشوفوا، كيطلع للشارع المشاهدين الكرام. وحنايا غنخرجوا من هذا البيت، ندخلوا البيت الثانية ولا الثالثة بغيت نقول لكم، سمحوا لي. انا في عثمة ربيت ويس ثلاثة، اقا ربيت ويس ثلاثة، يعني ربيت البيت الثالثة المشاهدين الكرام. انا عامرة بالفراش كما كتشوفوا، حتى هي كبيرة تبارك الله. دابا ندخلوا الدوش المشاهدين الكرام، اروح انا في الدوش عثمة شتو راه الدوش هاكا مشتو راه عثمة. اللي بغى يشري مرحبا، يتصل بالنمرة اللي غيلقى تحت الفيديو ويلقى في الفيديو، يعني لا ما تسردوني انا ما عندي علاقة لا في الشراء ولا في البيع. هادي دايما يعني ديرها في راسكم، انا ما كندخل في داك الشيء هذا، كان غير كندير الفيديو وصافي. هادشي هادي هي يعني الخدمه ديالي انايا. وحنا دابا نخرجوا من هنا، غنطلعوا السطح، مشيت ورا بيتنا انا اللي غاصلح. ندوز لكم المشاهد اللي كان السطح كيما كتشوفوا، السطح هو هذا كبير، عنده السطح راه يعني راه داروا السراجم وداك الشيء، تقدر يعني تغطي. حنا كنقولوا ديروا الضلا من الفوق يعني، وتولي حتى هذه دار، يعني ما بقى ليها والو غير دير ليها الضاله وصافي. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، مش تورى من اي ثمام، يعني استعن يم، يعني الضاله اتكمر ثلاثة دات والسنعين مش تورى، يعني غاصر كوازي مش تورى، مك غاصر كوازي غاصر كوش. هكا مش تورى من اي ثمام، يعني روخا زما ذريخ، يعني باش راكم تسمرخ، يعني الشارع من هنا لاني يعرق عصير حيث يعرق. المشاهدين الكرام مقدرش نطلع الفوق باش نوريكم الشارع من هنا، حيت عالي، يعني قريبة راه ديرو له كي سميتو غي الضالة وحدة، يعني تغطي كلشي تولي حتى هادي دار. وتبارك الله كما سمعت راه فيه وقيلا 120 ولا 110، معقلش شنو قال ليا. المهم التليفون غادي يكون يعني اخر ديال الفيديو ويكون تحت الفيديو، يعني اتصلوا مول الدار وهو يوضح لكم كل شيء حتى على الثمن. المشاهدين الكرام انا ما عندي حتى شي خبره على الثمن مولاه اللي خصو يقول لكم الثمن. انا ما كندخلش، شحال من واحد كيقولوني ايوا علاش ما كتقولش الثمن، انا ماشي ديالي باش نقول لكم الثمن، انا غير كندير فيديو الثمن كيبقى لمولاه هو اللي كيتحكم في رزقه، انا ما كندخلش انا في رزقه. المشاهدين الكرام باش تعرفوا هادي وحده، لان شحال من واحد يعني كيبقى يقول لي وا الثمن وا الثمن وا الثمن، انا ما عندي حتى شي دخله في الثمن ولا في حتى شي حاجه، انا غير كندوز الفيديو وتفاهموا مع مولاه، انا ما كندخل حتى في شي حاجه. المشاهدين الكرام اللي بغى الثمن او اللي بغى المعلومات اخرين عاوتاني، يتصل بالنمره اللي غتلقاه في الشاشه، يعني في الاخر ديال الفيديو، وتلقاه حتى تحت الفيديو. انا كنقول لكم تحت الفيديو تلقاو التليفون ديال مولاه اللي مكلف، الا ما كانش مولاه غيكون اللي مكلف، وداك الساعه تفهموا معاه على الثمن على كلش. هادشي اللي نقول لكم. دابا نهبطوا، خليكم معايا نهبطوا. هذه هي الهبطه ديال كما كتشوفوا، عند يعني الباب ديال الحديد كما كتشوفوا، يعني السطح ديالو عند الباب ديال الحديد، يعني صحيحه كما كتشوفوا. والهبطه الدروج، لا اعطي الصحه، دار واحد الدروج
اعراضي بزاف كما كتشوفوا، اعراضي بزاف بزاف انا نقول لك الصراحه، لان يكون فيه شي متر وعشرين ولا اكثر. يعني الحمد لله الدرجه عنده اعراضي بزاف، لكن علاش يعني حتى الا طلعتو حوايج هاد البو داكشي الحمد لله مساو مزيان. وهذه هي الدخله ديالو المشاهد الكريم كما كتشوف، هذه هي الدخله ديالو. وحتى الباب ديالو على برا كان ديال الحديد. خليكم معايا نوريكم الباب ديالها، ما وريتها لكمش. ها هي كما كتشوفوا، يعني الباب ديال الحديد، هي ديال الحديد، الباب صحيحه كما كتشوفوا. وعلى برا كما كتشوفوا المشاهدين الشارع، الدروج عنده عريض على برا كما كتشوفوا هنايا. الشارع هو هذا المشاهدين الكرام، ونتمنى كون وضحت كل شيء للشاري اللي بغى يشري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.